دكتور محمد يحيى حجاب، استاذ الفاكهه واستشاري بمعهد بحوث البساتين بالجيزه. احنا هنا في المنطقه دي بتوصل الرياح فيها السرعه ل 80 ل 100 كيلو في الساعه، وبتيجي محمله بالرمال. يعني لو وجهت الكاميرا ناحيه الافق اللي قدامنا كده هتبص تلاقي الرمله، شوف مستواها قد ايه. فمهما بنعمل احنا زارعين هنا نسق واحد كزورينا، فطبعا نسق الواحد ده مهما عملنا ما بيحميش ابدا عند اشجار الفاكهه، لدرجه ان هي الرياح اللي تمت من حوالي 20 يوم عملت صنفره الورق، خلت الورق الشجر لونه اخضر، لونه ابيض تماما. حل سريع جدا وغير مكلف ان احنا بنجيب علف الفيل وبنزرعه في اتجاهات الرياح. الرياح هنا بتيجي جنوبيه غربيه وبتلف حوالين الارض، فهنيجي لافين نسق موجود من علف الفيل. ده عباره عن نبات علف بينمو بسرعه شديده، اللي بيتاخد منه علف للمشي او الحاجات وكده، يعني مفيد من ناحيتين، وفي نفس الوقت بيتقفل تماما وبيمنع الرياح او الهواء بدون ما ادفع ثمن كياب ويكلفني بكياب، والكياب هتتكسر وتقع برضه في المنطقه وكده، واجيب غيرها. انما ده يبقى مزروع في الارض وبزرعه، بجيبه عباره عن ريزومات وبزرعها زي ما بحط ريزومات القصب في الارض، وبتبتدي تنمو هي بسرعه وبكثافه شديده، وكل ما نقطع منها الاجنام او لكده كل ما يزيد النمو زياده ويتقفل.